يا بي انا غلطت بحقك وحق اخواتي وغلطت باسم عيلتنا وبقيت ابو حصان معلم علينا ليوم الدين. هي الشبرية يا ابي وشو بدي اقول انا جاهز. انت سويت وشي وعملتني قد الكمشي قدام ابو عصام لانه ما فتحت بمه بحرف. يا ريته كان حكى، يا ريته كان قال اي شيء، انا هذا اللي قهرني اكثر. حقك يا ابي، حقك. وسيدك وسيدك سامحني. شو بتفرق اذا سامحتك؟ ها شو بتفرق؟ ظلت لاصقة فينا هاي التهمة. ابن أبو ظافر شايل صورة بنت أبو عصام بجيبته. هات أشوف. شو بدي أقول لك؟ شو بدي أقول لك؟ روح يا ابني. الله يسامحك. الله يسامحك. يا ريت انا رايح على البركه مشان اخي يروح لعند حلوته لانه عريس جديد. هيك روح. الله معك. شو جابك بهالليل؟ جيت مشان اخذ محلك لانه لساتك عريس. الله يخليني اياك يا اخي، انا بحبك كثير. يا خاطرك. تاخر بكره ايه؟ امرك اخي امرك. في جثة بقلب البايكة. يا لطيف هالحكي. ايش لحمول؟ بتعمل حالة بتروح على ابو صافر وبتاخده معك بتلاقي لي على البايكة. امرك سيدي. يا هلال يا العظيم. يا ابني اعطيني الكولونيل جان. احترامي سيدي، سيدي وصلتنا اخبارية انه البايكة تبع ابو صافر مفتوحة والغنمات هربانين وفي جثة واحد مقتول. نعم سيدي هيك بتقول الإخبارية. حاضر سيدي. احترامي. يا رب تتلطف فينا يا رب. شو 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 في؟ فتشتوا المكان منيح؟ نعم سيدي. وعرفتوا الجثة لمين؟ نعم سيدي، حرزنا الموجودات والمغدور هو ظافر ابن ابو ظافر.
بتعرف شو بدك تشتغل يا بجودات ولا علمك؟ ولو سيدي اكيد بعرف. تابعوا سيدي. شكرا. شو عم يصير؟ كسرت ظهري يا ولدي، كسرت ظهري. بكرت كتير يا ظافر، بكرت كتير. اسمعوني يا رجال، عزل ظافر ما فيه حتى أعرف غريمي. جاهزين يا مسيان؟ جاهزين سيدي. ورا دور يا ابني. تعال تعال. خير الله يجيرك، الله يجيرك، الله يجيرك. لا حول ولا قوة الا بالله. خير شو في؟ بس انا بدي احكي لك، صارت معي امبارح بالليل. هون خلصت الارض عليك قد شغل. هو انا امبارح يا اخوات كنت راجع على البيت، انا على البيت. مرتي فوزية رحت بجت الجاكيت، صرت مشخصاتية هيك تبع السينما. الله يرضى عليك يا ابو بدر، في جريمة قتل صايرة لسه بتحكي تصاوير مشخصاتية تبعتك هلا. جايك بالحكي، جايك بالحكي. بعد عصام وعم ياخذني على السينما، حط لي الصورة بجت الجاكيت من نوم ما حس انا. رحت على البيت لقطتها فوزية وعملت لك خلص طبا، العمى ضربك، عمل لك في جريمة قتل. انتبه يا ابني وراي. يا رب لك شو صاير للعالم؟ شو صاير؟ ليش ما حدا يسمعني؟ انت صاحبي وحبيبي. اي نعم، بس كل شيء لوحد. بدك تعترف هلا بكل شيء؟ لك يا ابو شغلك بس بدي اعترف. شهيد ربي علي ما قتلته لظافر، انا صح قتلته بس ما قتلته. وشو المطلوب مني هلا؟ مطلوب مني اني صدقها؟ معلوم مطلوب تصدقني، لك شو المطلوب ابو جوده؟ ما فيني صدقك، المطلوب انك تعترف لانه كل القرائن ضدك لحبني. لا حول ولا قوه الا بالله، لك هي جريمه قتل يا ابو جوده، جريمه قتل. مشان هيك عمل لك اعترف، مشان تخفف الحكم على عالم. لك مش بدي اعترف ولا قوة إلا بالله، إنك أنت اللي عملت الجريمة.
شهيد ربي علي قسما بالله العلي العظيم ما قتلته. أهلين أبو عصام، راجع لك يا أبي. خلص لي. حللنا المشكلة أبو عصام. جريمة قتل. كل أركانها قدام مني واضحة. شو أعمل؟ شو ساوي؟ اسمع يا أبي شو بقول، اسمع. جرب سيدي. لا، علي بصمات لأنه. خنجري يا أبي. ثبت أقواله يا أبني. نعم خنجرك. وين كان هذا الخنجر؟ كان ناحية جثة ظافر. يعني هي أداة الجريمة اللي قتل فيها ظافر أنا بظافر. حلل لي إياها عصام، مشان الملائكة حلل لي إياها. تاخذه يا ابني، تاخذ مفز. يا أبي، يا أبي، نحن لازم نقتله للي قتل أخي ظافر. معلوم يا أبي، معلوم. دم أخوك ظافر راح يروح حلو. يا عصام، التهمة ثابتة على ابنك. وعلى شوفة عينك اعترف انه هذا الخنجر خنجره، وهذا الخنجر هو أداة الجريمة. يعني فيه القتل ظافر ابن ابو ظافر، وهذا تسبب المحضر. طيب هلا شو راح يصير؟ هلا بدنا نحول ابنك مع المحضر على الداخلية، وهنيك راح يعيدوا التحقيق ويحولوا على المحكمة، المحكمة بتقرر. مين يشوفه؟ بصراحة يعني الشغلة صعبة مثل ما بتعرف، هي جريمة قتل، مسؤولية كبيرة. بس ما فيني لك لا، أنت غالي تكرم عيونك. يا ابني يا مزيان، طلع معتز من تحت وخلي اجتمع مع ابو عصام مكتبك. جرب ابو عصام. الله يجزيك الخير. اهلا وسهلا. لك يا ابو قاسم، بيقولوا الله ما انشا بالعالي العرب. يعني اذا اولاد ابو عصام تقاتلوا مع ظافر، إيه مو معناتها انه هن اللي قتلوه؟ لك شو بيعرفني؟ هذا ابو جودة مخه. ابو مخه ابو جودة يا ابو قاسم. اهلا ظافر. يعني انه اخذ اولاد ابو عصام. بستين جهنم ولاد ابو عصام، وصرماية ابني تسوى بيت ابو عصام كله. عيب يا ابو ظافر الحكي، عيب. شو الحكي اللي انت عم تحكيه؟ ايه بدك نحكي هيك حكي؟ لا مو عيب، واذا ما حبك لا تسمع ابو حازم. شو بك ابو ظافر؟ فايت مو شايف قدامك ما عم تحترم حدا؟ انا ساكت كرمال ظرفك. ها اوعى تتمادى. انا ابو ظافر يا ابو قاسم، أنا قوي وما في ظرف بالدنيا كلها بيهبني، ودم ابني ما راح يروح هدر. أولانس إذا أنت عامل أبي يحكي
أعوذ بالله يا أبي، أعوذ بالله. شو مجنون قادر يقتل ظافر؟ ركبوا الخنجر. ما بعرف يا أبي، ما بعرف، جنني الخنجر. شو اللي جابوا لبيكة أبو ظافر؟ ما بعرف يا أبي، ما بعرف. لا تعذب حالك يا أبو عصام، ما رح تاخذ منه لا حق ولا باطل. عزو تعرفني بحبك، اعترف احسن لك. لك بتخفف عنك الحكم بني ادم، وانا رح ساعدك، والله العظيم رح ساعدك. بالضبط، انا بدي اكتبه بايدي. يا ابي قسما بالله العلي العظيم ما طلعت من البيت ليله امبارح، قسما بالله. ابو عصام بعد اذنك عنا شغل. نصيحة قبل ما تمشي، وكل محامي لهالآدمي لأنه شغلته صعبة كتير عويصة. في الله في الله.